من جانب آخر استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عددا من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني والتبريكات مع الحضور الذين تمنوا لسموه دوام الصحه والعافيه، وان يكون شهر رمضان شهر خير وبركه على دوله الامارات وقيادتها الرشيده وشعبها الكريم، وان يعيد الشهر الفضيل وغيره من المناسبات على دولتنا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وخلال اللقاء تجاذب سموه مع الحضور اطراف الحديث حول ترسيخ قيم العطاء وعمل الخير خلال الشهر الفضيل، داعيا سموه جميع فئات المجتمع الاماراتي افرادا ومؤسسات الى توجيه الطاقات للعمل الخيري والاحسان والعمل على مضاعفه العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانيه الاصيله وبما يساهم في تكريس ثقافه العطاء والتسامح بين ابناء الامارات مؤكدا سموه حرص القياده على ترسيخ هذه الروح لتظل تقليدا وموروثا اصيلا تتوارثه الاجيال.